خرجت فكرة أنه لماذا لا نؤلف، لماذا لا نكتب كتاب جديد حول الصحراء الغربية، يبدأ من بدايات تاريخ هذه القضية ما قبل من وقت الاحتلال الأسباني، مرورا بكل الأحداث التي عرفتها القضية إلى الآن. ولهذا أن الكتاب إذن يحتوي على 6 فصول بالإضافة للمقدمة والخاتمة. في الفصل الأول هناك البعد التاريخي لقضية الصحراء الغربية، الفصل الثاني بعنوان الاستعمار الاستيطاني المغربي، نموذج للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، الفصل الثالث موقف المجتمع الدولي من تصفية الاستعمار، والفصل الرابع يتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحراويين في أرضهم داخل الأراضي المحتلة، والفصل الخامس قضية الكركرات والعودة إلى حالة الحرب في هذه المنطقة من شمال أفريقيا، والفصل السادس وهو المهم سيناريوهات المستقبل 2020-2025. قضية الصحراء الغربية قضية مبدأ، قضية دعم لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، قضية ثورية لأن الإرث التاريخي والحضاري بالنسبة للثورة الجزائرية في بيان أول نوفمبر كلها تدعم هذه القضية. نظراً قلت لهذه الحملة، الحرب هناك حرب إعلامية وتضليلية يقوم بها النظام المغربي، وبالتالي هذا الكتاب يعتبر من الأسلحة يعني الفعالة والهامة جداً للرد على هذه الحرب، ويجي في الوقت المناسب.